مرحبا، أنا سليم، عمري 13 سنة ونجحت على الصف التاسع. وأنا اسمي لؤي، عمري 10 سنين نجحت على الصف السادس. نحن من مقيمين بالرياض بالمملكة العربية السعودية. محتوانا تقني للأطفال من جيلنا، بنحكي فيه عن معلومات تقنية ومعلومات عامة على منصات التواصل الاجتماعي بصفحة الليتل تيك. هلأ نحن من الأساس منحب نتعلم عن التكنولوجيا، فلاحظوا هالشي بابا وماما وقرروا إنه يعني يستغلوا هالشي بإنه نحن نعلم الأطفال اللي بجيلنا، يعني مو بس نحن نتعلم كمان نعلم. نحن عنا صفحات على السوشيال ميديا مثل فيسبوك، إنستغرام، تيك توك واليوتيوب، وصل عدد المتابعين إجمالاً يعني 250,000، يعني هو عمل جماعي العيلة كلها بتشارك فيه. ايه مثل ما قال له اي، العيلة كلها بتشارك بهالعمل، من التصوير الى المونتاج، الديكور، الجرافيك، الافكار، المواد نفسها، وكله هذا العيلة كلها بتشارك. يعني هدفنا انه نحن نضل مستمرين بهذا الشيء مشان نقدر نعلم الناس كلها وكمان نفيدهم بحياتهم، لانه لازم الكل هلا يكون بيعرف التكنولوجيا بالذكاء الاصطناعي، لانه ما شاء الله التطور اللي عم يصير كتير سريع. انا بقترح موقع زي تايب، هو موقع تعليمي وترفيهي وبساعدك كتير على الكتابة على الكيبورد، بخليك اسرع، بعلمك اكتر، بعلمك اسرع تكون. وهو يعني عن طريق لعبة ومسلي كتير كتير للاطفال الصغار والكبار، لاجيلنا مو شرط الاطفال بشكل. موقع تعليمي وترفيهي بسيط كتير، zty.pe. ببساطة فكرة اللعبة انك تكتب بسرعة على الكيبورد، لازم الحق اكتب الكلمات النازلين من فوق قبل ما يوصلوا لعندي ويفجروني. شايفين كيف عبقتلهم؟ صراحة متعلم الواحد يكتب بسرعة ويتسلى. انا بقترح موقع tinywow.com، هو موقع بيقدم لك خدمات للصور، الفيديوهات، الملفات، البي دي اف، وفي صفحه كامله يعني للارتفيشال انتليجنس او الذكاء الاصطناعي، بقدم لك يعني كتير خدمات بتساعدك مو موجوده بمواقع ثانيه. فري تولز تو ميك يور لايف بزنس ادكيشن ايفرثينج سمبل. موقع تايني واو، اكثر من 200 خدمه بمكان واحد، للصور، للفيديو، للبي دي اف، وللملفات، وللاي اي. حبيت اجرب معكم خدمه كتابه مقال من قسم الاي اي رايت. ضغطت كتابة مقال وكتبت ماذا لو كان ميسي طبيبا، راح أقرأ لكم فقرة من الإجابة. أظهر ميسي بالفعل أنه قادر على التعلم بسرعة والتكيف مع المواقف الجديدة في ملعب كرة القدم، لذلك من المنطقي افتراضه أنه كان قادرا على التفوق في المجال الطبي أيضا. موقع تايني واو ما حتتخلوا عنه أبدا، تابعوني وانشروا الفيديو ليصل لكل الأجيال. نحن بنجرب كل المواقع قبل ما نحكي عنه، مشان ما يكون يعني مجرد حكي انه نحكي وبالاخير ما يطلع شيء غلط، مشان يعني العالم انه تصدقنا وفعلا نجرب الموقع وفعلا كمان تستفاد. بنجرب كل شيء قبل ما نحكي عنه. انا بختم فيديوهاتي بكلمة بحبكم، بتدل على اني انا بحب متابعيني وبحب الدعم اللي بيعطوني اياه، وبحب الكلمات الحلوة اللي بيقولوا لي اياها، وبحبهم يعني بشكل عام. شكرا لكم، شكرا لقناتكم، شكرا لبرنامجكم الحلو. انا سليم وانا لؤي، بنحبكم. اذا حبيتون فيكن تتابعون على منصاتهم على السوشيال ميديا او تخلوا اطفالكم يتابعوا محتواهم.